تصف لي النهارده المشهد في دخول الطلاب المدارس، هل كان هناك عثرات امام اولياء الامور او الطلاب في بدايه هذا العام الدراسي الجديد؟ والنهارده استاذ محمد منذ الصباح الباكر استقبلت مدارس محافظه القليوبيه كلها 1,300,000 طالب وطالبه في بدايه اول ايام العام الدراسي. وقام محافظ القليوبيه النهارده الدكتور علاء عبد الحليم بجوله تفقديه ببعض المدارس بحضور طابور الصباح، منها مدرسه 25 يناير الابتدائيه ومدرسه ابن خلدون الاعداديه. وحضر طابور الصباح وسط الطلبه والطالبات وادى معاهم تحيه العلم وكرم بعض ابناء الشهداء المقيدين بتلك المدارس. والجدير بالذكر طبعا ان كانت اعلنت مديريه التربيه والتعليم بمحافظه القليوبيه على لسان وكيل الوزاره الاستاذ طه عجلان بدخول 29 مدرسه جديده الخدمه هذا العام بمحافظه القليوبيه، منها مدارس تم انشائها حديثا ومنها مدارس تم اعاده صيانتها وتاهيلها من جديد ودخولها الخدمه، ودي برضه هتحد من الكثافه الطلابيه في بعض الفصول. وجدير بالذكر ايضا انه هيتم فعلا في 15 اكتوبر الجاي افتتاح اول مدرسه للمتفوقين وافتتاح اول مدرسه يابانيه بمدينه العبور. كذلك المحافظ النهارده كان منذ الامس اصدر تعليماته لجميع رؤساء المدن بالتنسيق مع مدير الادارات التعليميه بالمرور على جميع المدارس كلهم في مركزه ونطاقه، والتأكد من صيانة وجاهزية المدارس من حيث صيانة دورات المياه، صيانة الفصول والمقاعد والأساس لاستقبال العام الدراسي الجديد. وطبعا أمر برفع كافة الإشغالات والمعوقات وتمهيد الطرق والباعة الجائلين والمواقف العشوائية بمحيط المدارس حتى يتم تهيئ المناخ الجيد للطلبة والطالبات وانتظام سير العملية الدراسية والعملية التعليمية بمحافظة القليوبية بدون أي معوقات تواجه الطلبة أو تواجه المدرسين أو تواجه أولياء الأمور. تمام، بشكرك الأستاذ أحمد عبد العظيم مراسل برنامجنا من القليوبية. هنطلع من القليوبية على بورسعيد ومعانا مراسلتنا الأستاذة سحر محسن. أهلا وسهلا بك يا أستاذ سحر.